منتخبات قارة أمريكا الجنوبية ضيفا على الدوحة ضيفا على قطر في المرة الأولى. جناح شمال وبيلعب جناح يمين برجله الشمال يدخل لجوه عادي أو يلعب باك شمال عادي جدا. بنفتقد إسماعيل محمد طبعا للإصابة. سلامات سلامات على الجناح الأسمراني الكبير اليمان. أدي على طول مدبو مدبو لاعب وسط مدافع كرته كويسة ورؤيته كويسة وجهده كبير جدا جدا جدا. كريم بضياف واحد من أساتذة لواجه المنتخب الأوزبكي في لقاء ودي أيضا تحضير المرحلة القادمة. تاني على طول على الصدر تعود من تاني خوخي بوعلام جوكر. الشوط الأول يدي فرصة للبعض بعض لاعبي السد مش هيسافروا مع العنابي إلى طشكند عشان ياخدوا فرصة للراحة إن شاء الله عشان مباراة العودة في استاد أزادي أمام بيرس بوليس يوم 23. هل دي ممكن تعمل له مشكلة وعلى نتيجة المباراة ولا لا؟ الحاجات اللي زي دي لازم يبقى فيها تفاهم. برافو علي عفيف لاعب جناح يمين أخوه جناح شمال أبناء عفيف هم جناحي العنابي في هذا التوقيت. علي عفيف علي 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 يقف على كورته كويس ترجع تاني على طول كريم بضياف. علي أسد مش موجود لاعب خط الوسط 50-50 العملية بقت ماشية في الشكل ده وده شيء جميل. شوف الكرة الحلو شوف كريم بضياف ملك السيطرة ملك السيطرة وأقل مس باص قد يكون في كرة القدم القطرية. أهو أهو المحد من نجوم المباراة النهاردة الحقيقة كلاعب وسط ارتكاز. أكرم عفيف سجل هدف أكرم وضع منه هدف كان يغير شكل ونتيجة المباراة أكتر. درس درس كبير طول الوقت الفريق أمام الصين وأمام فلسطين والنهاردة بيقدم الحقيقة أداء محترم قوي قوي قوي. إن شاء الله إن شاء الله يوم بعد يوم الثقة تزداد ويقدم العنابي وجه جميل في كأس آسيا في يناير القادم ثم بعد ذلك في كوبا أمريكا في البرازيل العام القادم إن شاء الله. تاني حسن الهيدوس حسن الهيدوس سجل هدف من ضربة جزاء. ثلاث أهداف سجلهم المهاجم أربع أهداف سجلهم المهاجمين الثلاثة اثنين للمعز واحد لأكرم عفيف وواحد للهيدوس. شوف السيطرة شوف السيطرة وشوف كريم بضياف نزوله في نص الملعب عمل ايه. شوف كريم بضياف هو سكيمة هو صاحب القرار هو اللي بيدير المجموعة. يتقدم الهيدوس هيعدي هيفوت هيباصي ولا هيشوت ولكن الى ضربة المرمى الى ضربة المرمى من علي عفيف. تبديل بينزل مع الدقيقة 86 بدلا من مدبو اللي عمل ماتش كويس قوي قوي. شوف 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 هو بيحضنه ازاي بحب مش مجرد يلمس ايده وينزل لا ده بيحضنه بايدين الاحتياطي بس فرحان بيه. هي دي الروح الحلوه اللي احنا بنتكلم عليها وعايزينها ان شاء الله تستمر سواء للي في الملعب او البدلاء او اللي هينضموا للمجموعه بعد كده. دي هي بدايه الاساس اللي اتحط عليه. كريم بضياف عظيم عظيم عظيم. تاني على طول الى علي عفيف علي الى محمد موسى ولكن احمد فتحي يرجع ورا لكيمو عبد الكريم حسن. كيمو عبد الكريم حسن عنده 65 مباراة في السن دي بالرقم ده حاجة جميلة جدا جدا. ادي حسن الهيدوس دخوله جوه ادى نوع من السيطرة اكتر الحقيقة تغييرات عملها جميلة. وعلي عفيف جناح يمين اكرم عفيف جناح شمال حسن رايح يضغط على طول سريعة قوية لكن بسام الراوي صخرة صخرة للعنابي النهارده بسام الراوي وكان طارق سلمان ونزل لهم ورجع لهم لورا خوخي. فرصة الهدف الثالث فرصة الثالث تتحط فوق الحروف عشان بعد كده تدخل على أي مباراة دون خوف. أمال إيه؟ أمال إيه؟ 4-3 البعض يعتقد ستسجل أكتر أهو اللي عدده أقل هو اللي سجل. درس درس في الحياة ودرس في الكورة ودرس للعنابي. 4-3 صاحب التصنيف العالمي 58 يخسر 4-3 أمام صاحب التصنيف الثالث على العالم بعد بلجيكا وفرنسا. مجموعة العنابي فيها السعودية تصنيفها 71 على العالم والخامس على آسيا. فيها لبنان اللي خسرت بالأمس بعد 16 مباراة دون خسارة وأفضل تصنيف في تاريخ هدف رابع يبحث عنها أيضا المنتخب الإكوادوري عن طريق نجمه وهدافه الكبير فالنسيا. لكن يوسف على طول يتصدى علي عفيف يا مهارته يا مهاراته وانطلاقاته وتمريراته ولكن الدفاع في الوقت المناسب وفاول قد يكون بل حاضر للا منتخبه الجميل الإكوادوري يكون حاضر ونتمنى كل المنتخبات تكون حاضرة للا في مونديال استثنائي إن شاء الله للشرق الأوسط للعرب.